بعدها القتل وليس الاعتقال، لأن من يقال له أحمد اليوم بيكون له اليوم 31 على اعتقاله في زنازين مسرح سجن أريحة. الوضع يعني اللي بيوصلنا عن أحمد، لأنه إحنا ممنوعين من زيارته والمحامي ممنوع من زيارته، إنه أحمد لا يزال تحت التعذيب هو وبقية المعتقلين، وبتعرضوا لأشد أنواع التعذيب، وتم ذلك في توثيقه في محاضر جلسة المحكمة. أحمد الأسبوع الماضي تم تمديده 15 يوم، اليوم أحد أيضا المعتقلين على ذات القضية أيضا تم تمديد اعتقالهم. تزامن هذه الفعالية لمطالبة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وأيضا إعطاء الحريات ووقف القبضة الأمنية ومطالبة إطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال للمضيبية على الطعام، في ظل وجود القيادة السياسية للمقاومة ممثلة بالأخ أبو العبد الهنية والأخ أبو مازن مهم جدا في الجزائر، لنقول لهم من يريد أن يأخذ صورة تذكارية عليه أن يفعل على الأرض هنا، أن يطلق الحريات، أن يوقف هذه القبضة الأمنية، الإرهاب، التحريض، التحريض قتل، مواقع التواصل الاجتماعي الزاخرة بالشتائم، الزاخرة بالتحريض على الآخر، التي تنفي وجود الآخر، التي لا تعتبر أن الآخر قدم لفلسطين ولو أنه منه الشهيد ومنه الأسير ومنه المقاوم. دمجوا قضية أحمد مع شو اسمه على إثر الأحداث اللي صارت في بتونيا. إحنا كنا نعمل إنه أبنائنا يروحوا في على العيد ويعيدوا بين أهاليهم وبين عائلاتهم، إلا إنهم نتفاجأ إنهم بيمددوا فيهم على أبواب عيد الأضحى المبارك.